يضعين فيها كمنتزة. أماكن كجلسات عجيب جدا، يعني أبيض بين محاطة فيه جبال سود. يا ما شاء الله. يا سلام. أبو محمد سم أحاط بنا زيد الغيث بحديثه الجميل. جميل هو. فهل أحطت بنا بقصتك الجميلة؟ تبي قصة خفافية؟ اللي معنا الوقت، خذ راحك، خذ راحك، معنا وقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. القصة هذه ما أدري وش أسميها، هل أسميها الكريم اللئيم، الرجال الرخمة اللي يخطف عينه بيده، ما أدري وش أسميها. أنا أعطيك اسم أزي من هذا كله. إيه؟ النقيضين. النقيضين. إيه. زين ممتاز. تمام. تمام. النقيضين. إيه. واحد حط حرمته عند أهلها كم يوم وجاب يأخذها، قال أبوها ما تأخذها إلا بورقة طلاقها أو هذه تبي تجيكم في سياق القصة. يا سلام. في الوقت المناسب. يا سلام. بداية القصة، هذا رجل آتاه الله سبحانه وتعالى الصفات الجميلة في الرجل، في صفات متعددة. ما شاء الله. ما شاء الله. دين، كرم، أخلاق، حسن منطق، إذا جلس في المجلس يثري المجلس، علية القوم يتوددون له يبونه، رجل متكامل ما شاء الله تبارك الله. مثل الحصيني. ما يحتاج لا الحصيني ولا ذاك ولا شيء عند الحصيني. أسلم أسلم. رجل معطيها الله من الصفات الحميدة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. سبحانه. إيه طبعا الحصيني لا ما حد يصل مواصي لا مرة حنا نصير تابعي من أسلم. الرجل هذا الكل يطلب قربه وده، جاه شخص يخطب بنته، قلطه الرجال سولف معه وأخذ غريفك كله علومه كلها. ايه هالرجال ذا أخذ غريف ذا الولد، طبعا عرف بنفسه الولد، انا فلان ابن فلان الفلاني اخوالي الفلان، وبدا يسأله تقريبا خذ نصف شخصية الولد في نفس الجلسة من دهاء الرجل ذا داهية تقريبا الخطوط العريضة جازت للرجال انه يصلح زوج البنته. قال له ما يكون لخير ولدي، امهلني بس كم يوم وردتك. راح يسأل عن امام المسجد، قال اعطي التقييم 10 من 10. يا سلام. سأل في عمله، اعطي 10 من 10. واصل الرحم، بار بوالديه، مؤدب مهذب، ما شاء الله ما شاء الله، جاز لابوها. اتصل عليه قال الله يحييك، انت وابوك واخوانك وعمانك وخوالك اليوم الفلاني، حددهم. حدد لهم. حلو. على اساس يتملسون. ايه. قال له طيب يا عم المهر؟ قال الامر سهل، الى جيت يكون خير. ابو البنت اتفق مع واحد يملت، قال اليوم الفلاني بعد العشاء الله يحييك. جاء اليوم الموعود وجاء الشاب معه ابوه وعمانه وخواله، وبدا في العقد، ومعروف العقد ياخذ بطاقة الولي والزوجة والزوج والشهود، ثم يبدأ العقد الروتيني المعروف. جميل. المهر، الشروط إلى آخره. لما جاء يكتب قال وش الشروط وكم المهر؟ يقوله الشيخ اللي المأذون. الولد جايب المهر معه في مخباته 50,000، لكن أبو البنت ما قال الشيء عن المهر. قال أبو البنت اكتب ريال، ريال واحد بس. تفاجأوا كلهم، حتى الولد نفسه متفاجئ أن المهر ريال، وأبوه تفاجأ قال اكتب ريال، مرة ريال واحد فقط لا غير. والتفت على الولد قال يا ولدي بنتي أغلى عندي من عيوني هالثنتين، يا سلام، لو أبي لها مهر كنوز الأرض كلها تحت رجلها الله يعزكم، بنتي غالية عندي، يا سلام،
لكني ترى أنا حاطن هالمهر الريال ترى يشارك أنت، أنت تنشر، أنت نعم، أبوك نعم، عمانك، خوالك، حمول تنطي، تشترى مشترى وعلومك طيبة. نعم، وأنا شاريك. يا سلام. وأبي منك أنك تكرم بنتي بس، ما أبي منك شيء. والله يسجلون المهر الريال ويتم العقد ويتعشونها كالعشوة الزينة. نعم. تفرق. قال له عن العرس وش نحط؟ قال العرس أنت أبوها وسمها يا ولدي. إنسان ودك تحط عرس ولا يشق عليك حط، أما إنسانك تبي تحمل شيء على ظهرك يا ولدي لا، الناس يبيجون ليلة واحدة يأكلون يروحون. نعم. والباقي على ظهرك لا، خلك على راحتك. قال بس البنت يعني يمكن ودها. قال ما عليك من ودها، أنت عليك وش اللي تقدر عليه. حطوا زواج بسيط ومشت الأمور، حياتهم كانت من أفضل ما يكون، مرتاح ويا حرمته، جاهم ولد، جاهم الثاني. بدأت عاد تجي كما لا يخفاكم المناوشات العسكرية بين البلدين. لازم. لا بد منها العسكرية بين الزوجين. بين الزوجين. أي. وكل واحد منهم عنده ذخيرة يطلق صاروخ يطلق قنبلة اللي هو على حسب. أيوة. بدأ يلمز البنت. يقول يم ريال. أوه. أي بدأ يوجعها بالكلام السم. يشتري له بيبسي. هذا مهر أمك. لا لا يشتري بيبسي يشربه. يقول أنت ويا هذا واحد، هذا بريال وأنت بريال. والله كنكم يرمين في الحاوية حقت النفايات. كل ما صار أي مشكلة قال أقول ترى يشاريس بريال من أبوت، ترى قيمة سريال. البنت ما عاد تحملت أبدا، قالت ودني لأهلي أنا ما عاد أجلس عندك خلاص، ودها. أبوها من دهات الرجال ما قال ولا شيء. يوم شاف البنت جلست ثلاثة أيام أربعة أيام سأل أمها، قال البنت وش فيها؟ ورجلها مسافر ولا فيها شيء؟ قالت عندك انشدها. الأم درت، قالت خذ العلم الراسة. قال وانا أبوس وش اللي صاير؟ في البداية البنية خايفة من ردة فعل أبوها. قالت أبد والله يعني مشكلة بسيطة وإن شاء الله. قال وش اللي صاير وانا أبوس؟ علمي. وتعلمه. قال أنتم بينكم مودة ومحبة ونبوت؟ قالت إيه. قالت أنا أحبه ويحبني. ما شاء الله. قالت تنقدين عليه في شيء ثاني غير هالكلام؟ قالت أبدا. يمد يده عليك؟ أبدا. يهينك عندها له؟ قالت أبدا. اللهم ها كلمة هرية اذبحني بها مرة. كريم لئيم. لو يصير الغداء خالص شوي قال يم ريال. أحد من العيال صارخ وهو بيرقد يم ريال ذبحني أبوي ما عدت تحمل. قال وانت سنع وانا أبوت تبينه ولا لا؟ قالت أكيد راجلي وأحبه أبو عيالي. قال أبد خلي الموضوع على الله ثم علي لا تشيل. قال أنا عارف الرجال اللي يتعلق بمرته أم عياله يحبها ما يصبر عنها يبيجي. ما كمل عشرة أيام ويجي يستقبله أبوها أحسن استقبال ما كان شيء صاير أبدا. سواليف سعة صدر تعشى وياه. قال نادي فلانة. قالوا شو فلانة؟ قال فلانة أم فلان مرتي. قال ما عندي لك مرة. يقول أبوه إيه. قال فا قال إيه إما أنك تعطينا ورقة طلاقها أو اللي قلت لكم في البداية بتجيكم أو أو أيوة أو تجيب اللي عقد لك بالدفتر اللي معه وتجيب معك 100,000 ريال مهر بنتي. نعم. قال ما في أنت طيب إن خاطرك من بنتي هات ورقة طلاقها وبنتي عندي معزز مكرمة وداري إنه مستحيل يطلقها تبيها هذا شرطي رح دور المأذون اللي عقد لك لو في قبره طلعه وجيب دفاتره اللي معه وجيب معك 100,000. راح الرجال
يدور بمذوق يدور يدور يدور. المهم دبر عمره وراح لم اللي عاقد له قال له نبيك. قال وش عندك؟ قال هذا السنة وهذا السنة. قال والله انك كفرت بالنعمة. ايوه مجد فيه كفرت بالنعمة مرة. يقول هالمأذون يقول هي قال كفرت بالنعمة. علمه وش اللي صاير يعني. جو قال غير المهر يا شيخ، اكتب 100,000 ريال أبيك تحط تكتبها في الدفتر، ويجيبون له الدفاتر الصغيرة ذاك الخضر ونفس الشيء غيرها هنا وغيرها هنا. يا سلام. ويعطيه 100,000 ريال ويدخل الأبو ويوريها ابنته قال شوفي هذا مهر سوى أبوه صراها 100,000 ريال وترى بصك عليه في التجوري عندي وروحي معه إلا شفتيها ضايق تنبه ازهمي علي بس. يا سلام حاجز هالة بس سلام. راح ما عاد فيه أم ريال خلاص. وين أم ريال؟ انتهت أم ريال ذي انتهى. رب كلمة قاتل صاحبها. اي نعم. أما قلت لكم ما أدري وش أسمي القصة وش عنوانها. نعم. يوم خذ له شهر شهرين والله الرجال بدأ يهوج اسمه مع عمرته. قالت وش فيك؟ قال أنا يوم أبوتي يبي مني 100,000 أنا ما معي إلا 40 ورحت وتسلفت من 61 والآن ناشمة في حالتي وتطن في رأس كلمة أبوها تطن في رأسه. يقول إذا ضاقت بعلميني وتتصل على أبوها وتعلمه. قال أبشر الله جوذية ما شاء الله. إيه لا جوذي أبوها بقى. نعم أبوه رجال رجال شروها الوجيه ومن يسمعها وهو يجي أبوها في الوقت اللي رجلها مو فيه ويعطيها 60. قال هذا من مهرت ونبوت وعطيه رجل تسدد. يا سلام كأنها منها. هي نعم. أيوه. يوم جاء ولها طلع من دوامه ولها من زينتنا الغداء ولا الرجال ما له نفس هي دارية. قال قمت غد. قال والله ما لي نفس. قالت لا بيصير لك نفس إن شاء الله. قال إذا ناشب في حزي. قالت بيصير لك نفس والأمور تزين. قم بس قم. وهي تمسك يده وتوري. قالت هذا 60,000 عطية. كسرت عينه. اي والله كسرت عينه. هو اللي جايبها لنفسه. هو اللي جايبها لنفسه. خطف عينه بيده. يا سلام. والله يتغدى ويستانس يروح يعطي الرجال المبلغ ولا عاد صار يرفع عينه في عينه. هذا وش نسميه؟ هل نسميه الكريم اللئيم؟ لا هذا اسمه هذا قليل الدبره. لا مو قليل الدبره. لا هو مو قليل الدبره. هذا اسمه زين ما يكبر. كفر بالنعمه. لا كفر بالنعمه. كان في نعمه هو ما يخالف. لكن شوفوا رجل مثل هذا رجل جميل ترى يعتبر. ايه لكن سبحان الله عثرت الكرام. عثرت الكرام شيل عثرت النساء. ما يخالف بس الرجل يعني جيد معها وحليه ووضع بس اللهم انه يعني تمادى في هالنقطه هذه. ولذلك احنا نقول احيانا صغائر الاشياء قد يترتب عليها اشكال كبير. اذا كثر ترددها. يعني احنا كثرنا حسين قلنا انك ملقوف انك ملقوف انك ملقوف. شو ضاق صدره وبغى يطلع. ضاق صدره. اي والله. ايه ضاق صدرك صح؟ ضاق صدرك. انا اقول اجيب تمره. لو تقوم ترجع محلك. انا بقول لك قصه. لحظه اسمح لي يا ابو حاتم لب عينك. شوف القصة هذه احنا سامعينها حلو ولكن الانجلي اليوم انا اقول جابها انا اول مرة بحذافيرها. يا سلام. حقيقة هو بجمال والله تشكر عليه. انا عارف ان كثير من الناس بيقول سمعناها قبل لكن اتحدى سمعتوها لا بالتفصيل لان اعطانا تفصيل كامل لها الان ابو محمد وبشكل جميل ورائع جدا جدا جدا. انا والله يعني قضيه الدين والكلام ذا كله ما نعرفه احنا يعني ترى بعد وانا ما تغديت يعني عيشني. انت لا تغديت شو بتسوي ابو عبد المحسن؟ عيشني في القصه الحقيقه عشت معها احداث متناقله بسط والله. عجبني ابو محمد. علم عن اشاراتك لي. ها علم عن الإشارات اللي أشرت لي تو. وش إشارة؟ علم. لا 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 ما قال شيء. أنا شارة. وش الإشارة؟ أنا شايف الكل إشارة. والله إشارة. والله إنهم رأي. لا لا أنا أقول كذا ألمح. والله هذا سهل يعني. الحقيقة أبو محمد متعة. هذا جميل والله. ممتع. والله جميل ممتع. ممتع. هذا إذا نغير عنوان الأداء نقول عثرت كريم. عثرت كريم. إيه يعني رجل جيد. صحيح. عثرت كريم. بعض السرد. القصص
يعني مثل أبو محمد عليه يسلم وسرده الجميل اليوم ذكرني بالقصيدة حقت نور الحشاش كنا سمعناها وسمعنا قصتها لكن يوم سردها أحمد القرعاوي وصالح جابها بشكل جميل جابها بشكل جميل صراحة صحيح يعني السرد أحمد القرعاوي وصالح لا جاب القصة حقت القصيدة جابها بطريقة جميلة وسرد جميل القصة كنا أول مرة نسمعها يا سلام يا سلام فعلا فن ولكن شوف يعني معلش خلينا نصير برضو واقعيين الواحد ما يعني يلف ويدور لو يتحدث جميع الرواة لن يصلوا لمستوى الحسيني بأي حال الله يطول عليك الحسيني لسرد القصة الكل عليه ببص بصة هذه السالفة بس عشان ده